السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سألني أحد الأخوة قال لي رجاء يا بلال اختصارا معنى البسملة وصيغتها وحكمها في أول السورة وفي وسطها. يقول سادتنا العلماء معنى البسملة: أبدأ قراءتي متبركا بسم الله تعالى كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والبسملة مصدر بسملة، وهي كلمة منحوتة، أي كلمة تدل على جملة اختصارا، كما تقول التسبيح سبحان الله والتهليل لا إله إلا الله. أما صيغتها فهي بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الصيغة القرآنية الواردة بسورة النمل، وهي آية من سورة الفاتحة في بعض الأقوال، ويبدأ بها في أول كل سورة من سور القرآن الكريم ما عدا سورة التوبة، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، والها هنا تعود على سورة التوبة. هل تجب البسملة في وسط السورة؟ لا تجب البسملة في وسط السورة، والقارئ مخير بين الإتيان بها أو تركها، إلا في سورة براءة فإنه يترك البسملة اتباعا لأولها على بعض الأقوال. ومن العلماء من أجاز البسملة في وسط سورة براءة، والله أعلم.